يعيدون قضية الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن بن عبد العزيز السلايم إمام الخطيب المسجد الحرام untuk menyampaikan ucap utama beliau. Dan insyaAllah ucapan ini akan diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Al-Fadhil Ustaz Zainul Abidin bin Malik dari Pejabat dan Ustazah Al-Islami. Apun tuanku, untuk makluman perhimpunan yang mulia ini, izinkan pagi disampaikan. Sekilas pandang tentang Dr. Abdul Rahman bin Afan Al-Sulaih bagi mereka yang belum mengenali beliau. Beliau dilahirkan pada tahun 1960 di Riyadh, Arab Saudi. Beliau amat dikenali من اعتبارات عدة، أولها وأهمها ما
جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العناية والاهتمام بهذه القضية على أنها إحدى الركائز بل رأس الركائز للمنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون ليحققوا الخير لهم في الدنيا والثواب في الآخرة. فكم هي الآيات والنصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تحث على الاعتصام بالقرآن والسنة النبوية المشرفة. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. خرجاه في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. ثانيا، لعل من أهم المعطيات لأهمية هذا المسلم